السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف سامي كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو ان ريسيت تاع خبز بنين. الله اعلم لو كان ديروه مزيد تشرو الخبز كاع ساهل وبنين، خير تاع البولونجي. واش تسحقوا؟ انا عندي هنا 500 غرام تاع فارينة، عندي 7 غرامات تاع خميرة، عندي 300 مليلتر تاع واتر تاع الماء، 300 مليلتر، وعندي مغرف صغيرة تاع ملح. واش نديرو؟ نديرو الخميرة تاعنا، نغطو الخميرة، نديرو الملح منه، ونحطو الماء بشوية. ونجمعو العجينة ديالنا. علاش كاينة فارينة اللي تشرب وكاينة فارينة اللي ما تشربش؟ هاديك جمعنا الفارينة تاعنا، انا زدت لي نص كاس فارينة. نديرو في البلون طراوي تاعنا شويه فارينة، نحطو العجينة تاعنا، هاديك نجمعو العجينة تاعنا غير واحد 2 مينوت برك، ما تسحقش بزاف عجين. هاي اللي كان جبنا العجينة تاعنا، هاي كيفاش تجي، ما تجيش ناشفة بزاف. هاي اللي كتوك نديروها هنا، يا نديرو شوية فارينة تاعنا هادي، ونحطوها حتى تضعف في الحجم تاعها. هاديك ندير لها شويه زيت هنايا، شويه برك هنايا، ونغطوها ونحطو حتى تضاعف الحجم تاعها، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاوليك دوكا الخبز تاعنا راهو خمر او ضعف، دوكا نحطو هنا في البلونطرا هاي. تقدروا نتوما ديروا تقطعوا على زوج، ديروا زوج، انا راح ندير واحد برك. واش ندير؟ نحكمو هكذا، ندخلو غير هكذا برك كيما راكم تشوفوا. هكذا ودوروا هكذا بيديكم من التحت هكذا، ماذا نحكموا وحده هكذايا كما راكم تشوفوا. ديروا الشيفونة تاعنا، ديروا شويه فارينة هنايا، ونعاودو نحطوه لداخل يخمر نص ساعة. هاوليك ديرو غير شوية برك ماشي حاجة، ونغطوه لمدة نص ساعة ونقولكم واش ديرو. هاوليك بعد ما الخبز تاعنا وخمر في نص ساعة، نحوه من هذه، هاولي نحطوه لهنا. هاوليك وما نقطعوه هكذا من الفوق، نقطعوه بالموس. اذا ما عندكمش كيما هكذا كيتر ولا تقدر موس نورمال. نسيت باش نقول لكم بلي
ما تنساوش ترشوه بالماء، شمخوا يدكم هكذا بالماء ورشوه غير هكذا من فوق شويه برك، ومن بعد نغطوه ونحطوه في الكوشه. الكوشه ديروها ماكسيموم 15 مينيت، ومن بعد 15 دقيقه، ومن بعد مور 15 دقيقه نحو عليه الغلاق ونخلوه 15 دقيقه واحده اخرى. هاوليك الخبز تاعنا، راكم تشوفوا كيفاش جا، ما شاء الله جا بيان كاع، يبان خبز تاع كومبان. هاوليك راكم تسمعوا كيفاش هو يقرمش. هاوليك نقطع لكم مرز وتشوفوا. هاوليك كيفاش جا لداخل، ما شاء الله ما شاء الله الداخل. ما لو شو نقولكم، اذا عجبتكم لا فيديو هادية ما تنساوش تعبزوا على لايك واشتركوا وبارطاجيو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. والسلام عليكم.